الجديد لاعب النادي الأهلي المرشح لقيادة النادي الأهلي اللاعب موديست. اللاعب موديست لاعب قوي جدا النهاردة، واللي وصلنا ان ياسين المكاري محلل الأداء في الجهاز الفني للنادي الأهلي قام بترشيح اللاعب موديست على مارسيل كولر المدير الفني من اجل التعاقد معه، وكانت من هنا نقطة الانطلاق نحو فكرة ضم اللاعب. وحسب ما ورد إلينا فإن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أبدى موافقته على دمه ليتم إجراء اتصالات مطولة ومفاوضات جادة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، ومسؤول النادي الأهلي توصلوا خلال تلك الاتصالات لاتفاق مبدئي مع موديست حول انتقاله للمارد الأحمر، وتم وضع الخطوط العريضة حول طلبات المهاجم الفرنسي. والأهلي توصل إلى أنه على الرغم من التوصل لاتفاق مبدئي مع البالغ من العمر 35 سنة إلى أن اللاعب لديه عروض أخرى يبحث من بينها عن الأفضل له، وأنه لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن الانتقال للنادي الأهلي من عدمه. مفاجأة يا جماعة والله بالنسبة لي، 5-5 كبيرة قوي قوي. يعني المهم ده على موقع النادي الأهلي الرسمي يا جماعة، فخدوا من الكلام ده 100% على ثقة. لاعب موديست الأهلي بدأ خط اتصالات معاه من أجل التعاقد معاه، وشايفين ان هو لاعب خبرة ولاعب دولي وهيكون إضافة جامدة للنادي الأهلي. اللي عنده دراية او عنده معرفة عن اللاعب ياريت يا جماعة يشاركنا برأيه في التعليقات حول هذه الصفقة. هل حضراتكم شايفين ان هي لو تمت بنسبة 100% للأهلي هتكون إضافة فعلا، وهتكون دي الصفقة الإضافية او القوية في مركز خط الهجوم، ولا شايفين ان هو مش هو المهاجم التارجت المطلوب داخل صفوف النادي الأهلي؟ ننتقل الى موضوع طارق حامد. النهاردة تم سؤاله عن هل عندك استعداد او هل الاهلي تواصل معك علشان تنتقل ليه؟ كان رد طارق حامد كالآتي. في بداية الكلام طارق حامد قال لك النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي تاريخ ومبادئ، ومحدش يقدر يقول في حق النادي الاهلي غير كده، ولكن لم اتلقى عرضا حتى الان من النادي الاهلي على الاطلاق للانتقال الى صفوفه، واتمنى ان انهي مسيرتي داخل نادي الزمالك. لقد شاركت بجميع الالقاب التي يمكن ان العبها اثناء مشواري في كرة القدم ما عدا بطولة كأس العالم للاندية، كنت اتمنى المشاركة فيها مع الاتحاد والفوز بها. كنت اتمنى انتقال محمد صلاح الى اتحاد جدة لان جمهور العميد جمهور كبير ويستحق لاعب بهذا الحجم الكبير معهم. وشدد عن إصابة أحمد حجازي قائد الفريق ولاعب كبير وتواجده بشكل كبير بنسبة 40% تواجده يشكل 40% من قوة أي فريق يلعب فيه، وكان له دور كبير معنا في الاتحاد الموسم المنقضي في الفوز بالدوري. أتمنى أن يتعافى ويعود من الإصابة أقوى مما مضى، وهو شخصية قوية ومن يعرفه جيدا يعرف أنه سيعود أقوى مما سبق. يبقى يا جماعة طارق حامد بيعترف ويقول لك إن النادي الأهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي تاريخي، ولكن أنا لو لعبت في مصر تاني هلعب في نادي الزمالك، وأتمنى إن أنا أختم مشواري داخل نادي الزمالك. بيقول لك إن ده بيته، ولو رجع مصر هيرجع عن طريق بوابة نادي الزمالك. النهاردة كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي اللي تقرر خلاص إقامتها، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الساعة 9 مساء يوم 15/9 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قال لك هناك اتصالات جرت خلال الأيام الماضية مع الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك محمد غرابة مدير المنتخب. وأوضح الكابتن خالد بيبو في تصريحات أن الكابتن حازم إمام والكابتن محمد غرابة أكد أن لاعبي الأهلي الأربعة
الكابتن محمد الشناوي ومحمد هاني والكابتن محمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب بعد مباراة أثيوبيا مباشرة، وذلك وفقا لاتفاقهم مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ولا توجد مشكلة في ذلك. يتمكن اللاعبين من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الاتحاد العاصمة الجزائري. تصريحات في غاية الأهمية. الأستاذ عدل القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي علق الأستاذ عدل القيعي لاحتمالية مواجهة النادي الأهلي لاتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: أرى نغمة تراشق ومقارنات والتفاخر لا أحبها، وهي نغمات سواء إعلامية أو على السوشيال ميديا هنا أو هناك، لا يوجد شيء اسمه من كعبه عالي علي في كرة القدم بتبقى للحظة. صافرة المباراة ومن داخل أكثر جاهزية سواء نفسية وفنية وبدنية ومعنوية، وفي نفس الوقت من معه التوفيق. الأهلي قادر على مواجهة اتحاد جدة لأنه واجه البايرن ميونخ والنتيجة كانت متقاربة، وواجه أبطال أمريكا اللاتينية فاز في مباريات وخسر بصعوبة في مواجهات أخرى أمام ريال مدريد، وحتى اللحظة الأخيرة كنا قاب قوسين أو أدنى إن احنا نتعادل، وكنا ندا قوي جدا وكنا نهدر الفرص والفارق كان هدف. اتحاد جدة سيشارك بدوافع مختلفة، ننسى مباراة الهلال السعودي ولا أحد يذكرها، نحن ليس في وقت يعني نعلي فيه على بعض، هذا لن يفيد الفريقين سواء الأهلي أو اتحاد جدة السعودي. تصريحات صفقة الأهلي الجديدة في كرة السلة. كشف إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة لاعب النادي الأهلي كواليس انضمامه للنادي الأهلي ومفاوضات الزمالك معاه خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أمين في تصريحات نادي الزمالك: أول من فاوضني من أجل الانضمام إليه، ولكن الأهلي نادي كبير وعريق وصعب إن أنا أرفض العرض بتاعه. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. سؤال الحلقة وياريت تجاوبونا عليه: هل اللاعب موديست لاعب بروسيا دورتموند مهاجم النادي الأهلي المحتمل، هل هو إضافة قوية للأهلي، ولا أنت شايف إن هو هيكون مهاجم على قده؟ مستني رأيكم في التعليقات. لو أنت محب للكابتن محمود الخطيب ادعي له بالشفاء العاجل، واعمل لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس. أشوفك على خير، مع السلامة.